مشروع صوت الشباب المتوسط نحن موجودين اليوم بانطلاقة المشروع للسنة الثانية، متواجدين لحتى نعرف الشركاء والمجتمع بمشروع صوت الشباب المتوسط اللي قائم من السنة الماضية ومستمر لهاي السنة. المشروع هدفه تمكين قدرات الشباب الأردني بجميع الأماكن المختلفة، خاصة الأماكن المهمشة اللي الشباب غير قادرين على الحصول على فرص لتمكينهم في مجال المناظرات. هاي الفرص اللي ممكن تتيح لهم المشاركة سواء على المستوى البطولات اللي عم بتصير بالأردن أو على مستوى البلدان المشاركة في المشروع بالمنطقة العربية أو المتوسطة. المشروع هدفه تمكين الشباب بكل مناحي الحياة، والمناظرة هي وسيلة لوصولهم لهاي الفرص. لهيك السنة الماضية بلشنا بعدة تدريبات أعطيناها للشباب، ومستمرين بهاي السنة خلال الشهور اللي جاية لحتى يكون في عنا فرص لشباب أكثر ونمكنهم بقدراتهم، نمكنهم ليوصلوا ويحصلوا على فرص أكثر.